لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد إلى السماء صاحب المعجزات الذي يشق له الأرض كل المعجزات معه، فماذا قال له الله؟ قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا محمد لو كان معك كل هذه المعجزات ولكن اسلوبك وحش وهو صلى الله عليه وسلم يدعو الى الجنه يغفر له يكون في الدرجات العلى. فدعني اسالك، لماذا انا اتعامل كذلك السيئه؟ بعض الناس يقول لك: قد يجعل بعض الناس في اعلى الدرجات من العلا وقد يهبط بعضهم